الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من همزة وصل. لكن خلينا قبل ما نبدأ موضوع الحلقة نتقدم بخالص عزائنا لشهداء قوتنا المسلحة اللي كل يوم بيفقدوا أرواحهم فداء لهذا الوطن. طاقم الطائرة التي سقطت اليوم وطاقمها الحقيقة توفاهم الله، شهداء عند الله في أفضل المنازل بإذن الله. وأيضا الضحايا اللي سقطوا اليوم بعد تفجير مدرعتهم في العريش. عموما يعني تضحياتهم أكيد ما بتنتهيش، والله يتقبلهم عنده في أعظم المنازل للشهداء والصديقين إن شاء الله. موضوع حلقتنا النهاردة ما بيهمش 7 أو 8 مليون مصري فقط، ولكن بيهمنا كلنا 90 مليون. هو الحقيقة أرقام مفزعة جدا من يعني الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية، بتقول أن مصابي فيروسي أو أمراض الكبد في مصر تقريبا عددهم بيكون من 10 و15%، حوالي 7 أو 8 مليون مصري مصابين بأمراض كبدية ومنهم فيروس سي. المشكلة كمان مش في علاج السبعة أو ثمانية مليون، ولكن المشكلة بتكمن في أنه سنويا كمان بيزداد عدد المرضى دول اللي هم 7 أو 8 مليون، بيزيدوا تقريبا 100 أو 200 ألف حالة أخرى، فالعدد مع الوقت دايما بيتضاعف. جدل مثار وأرقام صادمة ومخيفة حول العقار وهو سوفالدي طبعا، ورغم انه يعني مش عقار جديد زي ما كل أساتذة الكبد بيقولوا، لكن انه يعني الجدل المثار حوله غير مبرر بالمرة، لانه زي ما قلنا عقار مش جديد. فبنتكلم عن السوفالدي، بنتكلم كمان عن الانترفيرون المصري والعالمي قوي وممتد المفعول. امتى المريض كمان مريض الكبد ياخده، في اي مرحلة، وهل المرضى اللي عندهم استسقاء زي ما بنقول أو اللي عندهم فشل كبدي ممكن يستعملوه ولا لا، الحالات دي امتى، وفي حالات بتجرب على مرضى تانية ما تنفعش تطبقها على كل الحالات. كل الجدل ده امتى نتكلم عنه، واي من هذه العقاقير الحقيقة هو المفيد في هذه الحالات ولا لا، والى اي مدى ممكن كمان نبدأ نعمل عمليات توعوية للوقاية من هذا المرض، لانه كتير من أساتذة الكبد بيقولوا الحقيقة انه عمليات الوقايه او حملات الوقايه هتكون غير مجديه للاميه الطبيه اللي عندنا. فخلينا نقف عند يعني الحقيقه مواضيع وارقام صادمه ومخيفه، ولكن لكل الجهات المعنيه لازم يكون فيها وقفه قويه. ده موضوع حلقتنا اللي هنناقشه معاكم النهارده من همزه وصل، وهو ما رأيك في الجدل المثار حاليا حول علاج مرضى فيروس سي. هو ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم مع الخبراء والمتخصصين. تليفوننا اللي ممكن تتواصلوا معنا من خلاله مشاهدينا هو 2574-3366، مرة تانية تليفون 2574-3366. أيضا ممكن تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، من خلال فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وسكايب وإنستجرام على همزة وصل اي جي. دي الحقيقة أساليب التواصل معانا همزة وصل. خلينا نقف عند حقائق ودلائل علمية وأسانيد علمية زي ما بنقول، علشان زي ما بنقول بالعربي أو المصري مفيش أي حد يقعد يفسي، محدش يكون جرب دواء ويقدر يوصفه لحد تاني. نحاول نقف عند أسانيد علمية وحقائق علمية إلى حد ما النهاردة على قد ما نقدر في حلقتنا النهاردة. خلينا نروح لأولى التعليقات اللي وصلت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي مع حنان عاطف. إليكي حنان. نعم حنان، مشاهدينا عدد كبير من المشاركات والتعليقات والآراء ورد إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مباشرة أتجه لموقع فيسبوك، ورد إلينا تعليق من الأستاذ أحمد أبو العلا يقول في طي رسالته: لقد عانى الشعب المصري منذ عقود من فيروس سي وعدم الحصول على علاج لي. تسبب هذا الفيروس اللعين لفقدان أعز الناس إلينا من أقارب وأصدقاء، وعندما أنعم الله علينا بالدواء ظهر لينا بعض المشككين فيه. هذا ما لا نرغب فيه، لأن الجهة الوحيدة المنوطة بتقييم هذا الدواء هي وزارة الصحة المصرية، وما فيش مجال لأي شخص آخر أنه يقيم مفعول هذا الدواء من نتيجة إيجابية أو انتكاسة للمريض. فالمواطن المصري لا يتحمل اللعب بأعصابه وهو متحمل الكثير من أعباء الحياة المعيشية
عشان كده على الدولة أنها توضح لينا مفعول دواء فيروس سي بكل شفافية حتى لا نضع مجال للجدل المثار حول هذا الدواء. وشكرا لأسرة البرنامج، أشكرك أستاذ أحمد أبو العلا. أنتقل لباهي يقول 10% زيادة سنوية لمرضى فيروس سي بسوهاج. الوزارة توقفت عن صرف علاج السوفالدي بسبب البروتوكول، أصابهم المرض ولم يجدوا الرأفة من البروتوكول الصحي. هذا الوصف لا يكفي للتعبير عن معاناة 40,000 مصاب بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي في سوهاج بسبب إجراءات تسجيل بياناتهم من أجل الحصول على عقار السوفالدي بالمجان. أيضا عماد خضر الإسكندراني أيضا أرسل لنا وجهة نظر ويقول فيها لابد من توفر الأمصال بكمية كافية نظرا لانتشار المرض اللعين بمحافظات مصر وخاصة محافظات الدلتا، ومن الجانب الآخر لابد من تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا ننسى أن الحكومة تحاول جاهدة توفير العقار نظرا لغلاء الأمصال، ومن ناحية تانية توعية المواطنين من خلال الميديا والإعلام من الأسباب التي تسبب انتشار هذا المرض، وحفظ الله بلدنا من كل سوء. إبراهيم شريف بالطبع هو صديق للبرنامج يقول بكل أسف هذه الأمراض المستعصية تأتي لمصر ولا تخرج أبدا، وذلك بفعل السلوك الخاطئ، فما الداعي أن نصرف الملايين من الجنيهات لعلاج آلاف المرضى بفيروس سي وبي، ولا نطبق أقل المعايير الصحية في عيادات الأسنان والحلاقين وهم من أهم أسباب انتشار المرض اللعين هذا. وما فائدة صرف الملايين لعلاج المرضى وما زالت النظافة الشخصية غير متبعة بكل أسف لدى الكثيرين من أبناء شعبنا بلدي الحبيب. لكن لا مشاهدينا، دي كانت أول مجموعة من مشاركاتكم وتعليقاتكم. بالطبع أنا هنا من غرفة المتابعة الإلكترونية في انتظار مزيد والمزيد من المشاركات على مدار الحلقة، والآن بعض الاتصالات الهاتفية مع عدد من المتخصصين وحنان الخولي. إليك حنان. بشكرك حنان وبنشكر كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا. خلينا نبدأ جولة من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف دكتور محسن سلامة أستاذ بمعهد الكبد القومي، ودكتور محي عبيد نقيب عام صيدلة مصر. أبدأ معك دكتور محسن، وإحنا بنتكلم عن يعني 7 أو 8 مليون مريض بفيروس سي وزيادة العدد سنويا زي ما بنقول، بنتكلم عن 8 عقاقير تقريبا منتجة داخليا أو خارجيا. الحيرة اللي بيقع فيها هؤلاء المرضى، وإن طب السوفالدي جديد طب مش جديد، طب الانترفيرون طب هو المصري ولا العالمي، المنتج عالمي ولا ريبافيرين، ولا إيه الجدل المثار ده ونقدر نحسمه زي من وجهة نظر حضرتك؟ معي حضرتك ألو؟ تفضل يا فندم. نعم، الجدل محسوم حضرتك. لا توجد أي مشكلة حاليا في علاج فيروس سي في مؤسسات عالمية، الرابطة الأوروبية والرابطة الأمريكية والرابطة الآسيوية لأمراض الكبد ناقشوا هذه المسائل باستفاضة، وتم وضع الحلول التامة والشافية والناجحة لعلاج فيروس. تمام. احنا بدأنا حضرتك بعقار السوفالدي، وهو عقار آمن تماما بيحقق نسب شفاء بالأدوية المضافة إليه في المراحل الأولية للمرض أكثر من 90%، وفي المراحل المتأخرة للمرض كان العلاج الثنائي عندنا بيوصل نتائج لحوالي 70%. بإضافة العقارات الجديدة النهاردة استفعت نسبة الشفاء لأكثر من 91%، نقدر نقول 95-96%، ونعمل في المستقبل القريب إن في دواء هيوصلنا إلى 99%. ده اللي هو إيه؟ في دواء اسمه الفيلباتاسافير. عذر لنا الطبي طبعا يا دكتور، معلش بس عاوزين نفهم ونوضح اكتر للمشاهدين الدواء اسمه تاني مره ايه؟ فيلباتاسافير. بيتحط مع السوفالدي بيجيب نتائج مؤكده في جميع الانواع الوراثيه. التجارب المبدئيه اللي اجريت عليه في حوالي 58 مركز طبي حوالين العالم وضحت انه وصل نتائج نجاح العلاج بيه الى 99% بلا آثار جانبية تذكر. إذن النهاردة حضرتك إحنا بنتكلم على أدوية آمنة أجريت عليها تجارب عالمية، العالم كله استقر عليها، وإحنا للأسف الشديد بنبدأ الخط من الأول ونقول يا ترى السوفالدي كارثة ولا السوفالدي كويس. هو قديم أصلا في السوق يا دكتور مش كده؟ السوفالدي حضرتك يعني إحنا بدأنا فيه في مصر في أوائل سنة 2014، هو دخل قبلها بحوالي 6 شهور في العالم برا. السوفالدي حضرتك أجريت عليه تجارب عديدة على كل الأنواع الوراثية
على النوع الوراثي الرابع بتاعنا اجريت عليه تجربتين عالميتين وكانت نتائجه مبهره، واجريت عليه تجربه عندنا في مصر في ثلاث مراكز بحثيه وكانت النتائج اكثر من ممتازه مقارنه بالوضع اللي كنا عليه قبل كده. يعني حضرتك تعرفي ان السوبالدي دواء رخيص حاليا في السوق، نسب شفائه عاليه، ملوش اثار جانبيه زي الانترفيرون، وبالتالي ما فيش اي وجه للتشكيك في هذا العقار. واللي يقول كده ناس مغلوبين مش فاهمين ايه وضع السوبالدي بالظبط، وسيظل عقار السوبالدي والعمود الفقري لعلاج فيروس سي يمكن لعشر سنوات قادمه، لان في ميزه مهمه انه دواء قوي جدا وحصول مناعه ضده شبه ضعيفه جدا، يعني الفيروس ما يقدرش يتحور معاه. ما يقدرش يتحور مع السوبالدي، يعني بيقضي عليه تماما، يعني نقدر نفهم انه السوبالدي لا يستخدم لوحده، السوبالدي بيستخدم مع ادويه اخرى. الكومباينيشن ده او الريجيم العلاجي ده او البروتوكول العلاجي ده اللي هو موضوع من قبل اللجنه القوميه للعلاج الفيروسي استرشادا بالتوصيات العالميه والارشادات العالميه للمؤتمرات الدوليه، بتقول ان السوبالدي مع الادويه الاخرى بيحقق نسب شفاء عاليه جدا بامان تام بلا اثار جانبيه، والحمد لله ان احنا النهارده عندنا تكلفه بسيطه جدا للعقار مقارنه بكل دول اوروبا. النهارده العلاج في مصر بيكلف المريض في الشهر حوالي 1000 جنيه. في حين ان هو بره مجال السوبالدي سعره 28,000 دولار، في امريكا، في كل دول اوروبا، حتى في دول الخليج اللي جنبنا. فاذا اضفنا للسوبالدي عقارات اخرى ترفع التكلفه الشهريه ل 42,000 دولار. في حين ان المريض المصري بيتعالج ب 1000 جنيه في الشهر لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور. ده مع السوبالدي؟ أو مع زي ما قلنا السوبالدي البروتوكول، يعني السوبالدي بلس بيبقى زائد عقار آخر. بالظبط يا فندم. طيب. عقار آخر أو عقارين أخرى يعني. أو عقارين آخرين. سؤال سريع هنا يعني هرجع لحضرتك تاني، الفالباتسافير اللي حضرتك قلت لنا عليه الجديد اللي هو الفالباتسافير فالباتسافير والسوفالدي مع بعض البروتوكول الجديد اللي نسبة نجاحهم تقريبا 99%، تقريبا تكلفته قد إيه يا دكتور؟ لا ده لسه هينزل في امريكا. لسه هينزل في امريكا، ما نعرفش سعره كام، هو لسه هينزل في امريكا الفتره اللي جايه خلال 2016، في نهايه 2016. تمام. لكن كده كده حضرتك احنا بنتكلم في نسب شفاء حاليه بتفوق ال 95%. طب يعني حاجه يعني مهولة. مفيش مرض طب. حضرتك في الطب النهارده بيشفى بنسبه 95% الا فيروس سي. طب دكتور محسن سلامه استاذ بمعهد الكبد القومي، ارجو ان تبقى معنا. اتحول لدكتور محي عبيد نقيب عام صيدله مصر. دكتور محي بنرحب بحضرتك في البدايه، وبعد ما بدانا ويعني قال لنا الحقيقه الدكتور انه سوفالدي هو يعتبر العمود الفقري ل بعد ما قال لنا دكتور محسن انه سوفالدي عمود الفقري يعتبر لعلاج فيروس سي، وانه يعني آمن تماما وبيبقى مع بروتوكول العلاج زائد عقار آخر، فحضرتك يعني كيف تعلق على ذلك الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالدكتور محسن، كلام أكثر من رائع. السوفالدي البروتوكولات الحديثة الحالية اللي اعتمدت من 12-2015 كلها علاج ثنائي أو ثلاثي، سوفالدي زائد ديكلانزا، سوفالدي زائد اوليسيو او الهارفوني، والهارفوني ده عباره عن اقراص فيها اثنين مضاد فيروسي اللي هو الليدي باسفير مع السوفالدي، او الكيوريفو وده ثلاث مضادات فيروسيه. انا مطمن الساده المشاهدين، البروتوكولات اللي كان فيها نوع من انواع التسرع باعتماد مضاد فيروسي واحد مع حاجات مساعده، لا دلوقتي الحمد لله اللجنه اقرت في 12/2015 الماضي بروتوكولات ان شاء الله يعني نامل ان نسبه الشفاء تتجاوز 90%، وده حاجه كويسه جدا. احنا هدفنا كله هو صحه المواطن المصري. السوفالدي اي شخص بيشكك في السوفالدي طبعا ده كلام عار تماما عن الصحه وليس لديه ادنى معرفه. السوفالدي هو العلاج الوحيد في الان الامن 100% ولا يسبب انتكاسه، ولكن ما يتاخدش ابدا الواحد زي ما الدكتور محسن قال، لابد ان السوفالدي يتاخد مع مضاد فيروسي اخر. احنا كانت مشكله النقاره او اعتراض اللي كانوا بيعترضوا ان انا بستخدم انترفيرون وله ما له من مشاكل او ريبافيرين الكلام ده كله. اما الحكايه ان الاسعار بدات تكون مخفضه هي في 2/2014
امريكا نفسها اللي قالت الدول الناميه انا هديها 1% من سعر العقار، يعني ليس اجتهاد من لجنه الفيروسات او من احد. ان كان العقار بيتباع بره ب 28000 دولار يتباع عندنا هنا ب 300 دولار. دي يعني ده شيء تم من الدولة اللي صنعت واكتشفت السوفالدي عشان ما حدش هنا يشكك في انه سعره فيبقى ده مش اصلي او ده لا في اي هي بتدي 1%. انما القرار دلوقتي هل السوفالدي المصري بنفس كفاءة السوفالدي الامريكي؟ ده سؤال تاني بيطرح نفسه، ده الانترفيرون المصري والعالمي 100%. المادة الخام مصنعة بالخارج، مصر ما بتصنعش مادة خام بالسوفالدي، وبالتالي السوفالدي الامريكي هو السوفالدي المصري لانه الماده الفعاله بتاعته هي واحد وهي مصنعه بالخارج. وانا بطمن الشعب المصري البروتوكولات الحديثه التي تم اعتمادها في 12/2015 هي بروتوكولات صحيحه 100%. والخطا اللي وقعت فيه لجنه الفيروسات سابقا بالتسرع وعدم اعتماد العربوني، رغم ان العربوني يعني تم اعتماده في 10/2014، الديكلانزا اللي بتستخدم حاليا تم اعتمادها في 8/2014، يعني كل ده كان كلامنا كله ان ليه التسرع في اختيار بروتوكول خاطئ. خلاص لم تقره شركة جيليان اللي مصنع في النشرة بتاعت السوفالدي ان الجين الرابع للمصريين اللي هو لا يستعمل معاه السوفالدي مع ريبا فارين، وده كان اعتراضنا. اما العلاج الثلاثي ما كانش فيه اعتراض عليه، والعلاج الثنائي كان زمان تسبب انتكاسة لأكثر من 47% باعتراف الدكتور مجد الصرفي في المؤتمر اللي اعلنه في سان فرانسيسكو. يعني دكتور مجد الصرفي او دكتور انا لازم انا دلوقتي انا يعني انا بوصل رساله للشعب المصري، البروتوكولات الحديثه امنه وان شاء الله نسبه الشفاء تتجاوز 90%. طيب احنا يعني في جزء اخير يعني هرجع لحضرتك فيه مره تانية، وزي ما قلت لحضرتك يعني اعذروا جهلنا الطبي علشان لازم نفهم الحقائق والدلائل العلميه بشكل صحيح علشان ايضا كل مشاهدينا يفهموها. عايزين هنرجع لحضرتك تاني علشان نفهم الجيل الرابع هنا وتطبيق العقار عليه او البروتوكول ده عليه هنا ازاي. وهروح لدكتور محسن سلامة هنا هيعقب برضو وهرجع لحضرتك مرة تانية. دكتور محسن اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك والدكتور محيي مرة تانية. على كلام الدكتور محيي. شوفي حضرتك لما نزل السوفالدي ما كانش الهارموني لسه طلع، ده رقم واحد. تمام. احنا في مصر عندنا سنويا في مليون مريض بتليف الكبد بيحصل فيهم. مليون يا دكتور يعني مش 100 او 200 الف؟ لا لا احنا عندنا مليون مريض بحالة تليف تقريبا منهم بيحصل فشل كبدي سنويا بنسبة 4-6%. يعني احنا عندنا من 40,000-60,000 مريض سنويا بيدخلوا في فشل كبدي وبتسوء الحالة ولا أمل في العلاج. لما ظهر السوفالدي مع ريبا فايرين معنا مختلف. طب لحظة هنا معلش يا دكتور، برضو حالات الفشل الكبدي دي ما بينفعش معها اي علاج ولا عقار معين هو اللي بينفع؟ لا ما فيش حاله متاخره. الحاله متاخره اه. فاحنا اللجنه القوميه حضرتك الفشل الكبدي بس يا دكتور ولا في كمان التليف او الاستسقاء ولا ايه؟ ما هي المريض لما بيحصل له فشل كبدي معناها ان بيظهر استسقاء في البطن وتظهر بويلة نزيفه في المريء وممكن تظهر اورام في الكبد وهكذا. وان كان برضو الموضوع من لا يطلق على عواهنه كده كل طبعًا حاجه طبعًا. يعني ممكن مريض عنده ورم في الكبد يشفى من الورم وياخد العلاج مره تانية. يعني في تفاصيل طبيه حضرتك طبعًا. مش هنقدر طبعا اكيد ندخل بس انا بقول لحضرتك بس اعذرونا عشان نفهم ولو يعني نقدر نوضح بس شويه. بس تعقيبي على الدكتور محيي بيقول ان البروتوكول الاول كان خاطئا. لا يا دكتور محيي، البروتوكول الاول لم يكن خاطئا، انما كان هو البروتوكول الوحيد المتاح، وده استطعنا به ان احنا ننقذ ما بين 28,000-42,000 مريض سنويا في الفترة اللي فاتت من الدخول في فشل كبدي. لو انا حتى هذا البروتوكول نجحت ان انقذ به مريض واحد ان هو يواجه مصيره المحتوم خلال سنة انه يخش فشل كبدي، فهذا نجاح للبروتوكول. ثم ان اللجنة القومية طول الوقت كل ما بيظهر عقار بتطور نفسها بتعيد مراجعة البروتوكولات كلها. إذا كانت هناك عقبات إدارية من قبل الدولة في دخول الدواء، شركة جيليات نفسها إنها توفر الهارفوني، وإن كان الهارفوني مش أحسن دواء في الوجود، الكومباينيشن اللي عندنا حاليا اللي هو السوفالدي مع الدكلينجا أفضل كثير من الهارفوني ونتائجه أحسن من الهارفوني وأثاره الجانبية أقل ومقاومة الفيروس له أحسن. اللي عايز أقوله إن الهارفوني
هو الامل زي ما الناس كانت فاهمه. علميا وطبيا الادويه الجديده احسن من الهرمون والداكليند مع السوفالدي افضل. اما في خصوص بدايه البرنامج كان المتاح فقط هو السوفالدي. حتى الاوليسيو لما تفاوضنا مع الشركات الامريكيه قالت ما نقدرش نديكوا اكثر من 25,000 علبه، فكان لا يمكن الاعتماد عليه. والهرموني ظهر في مرحله متاخره، ما كانش ممكن اقدر استنى. لو حضرتك عندك مريض او انا عندي مريض في البيت وعندي امل في المية ان انا هحسن النتائج في 70%، عنده امل في الشفاء 70%، بلا تردد ما حدش يقدر يعترض على ذلك في ذلك الوقت. والحمد لله احنا نجحنا في العلاج الثنائي في ذلك الوقت اللي طبق في اول البرنامج في الوصول الى النتائج حوالي 60%. المجموعة المرضى دول ما كانش لهم اي علاج، كنا بنسيبهم ووجههم مصيرهم المحتوم. فلما تدخل بالعلاج الثنائي او بالبروتوكول الاول اللي اتوضع كان حتما كان مصيرا لهذا الشعب الغلبان ان انقذ منه 28,000 مريض سنويا، ما كانش ممكن اسيبه. انا وانه الامور تطورت فتدخلنا وضفنا الجديد، ضفنا الداجليندا، ضفنا الكيوريج، وضفنا الاوليسيو، ولسه الامور فيها وفيها وفيها. يعني اللجنه القوميه اخذت القرار الصح في زمنه. ماليش النهارده احكم على اللجنه القوميه من سنتين خدت قرار كان شكله خطا، النهارده شكله خطا. ما اقدرش اعالج بالعلاج الثنائي النهارده، لكن العلاج المتوفر حاليا طبعا افضل كتير من اللي زمان، لكن زمان ما كانش عندي. وقبل السوفالدي ما كانش عندي السوفالدي، كان عندي انترفيرون وريبا فايرس. فلما دخل السوفالدي يعتبر اضافه قويه جدا. بعد شويه ضفنا حاجات ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وهكذا الطريق. فاذا ما فعلته اللجنه القوميه لم يكن بروتوكولا خاطئا كما يقول الدكتور محي مع احترامي للراي العلمي، وانما كان هو القرار الصائب في زمنه. كان في مرضى بيستحملوا الانترفيرون كنا بندي انترفيرون، واللي ما كانش بيستحمل الانترفيرون بنقول له احسن من ما فيش، خد سوفالدي مع ريبافايرين. وده حقق نتائج حوالي 70% من مرضانا في المرحله المتقدمه، المرحله الثالثه والرابعه. دكتور محسن سلامة أستاذ بمعهد الكبد القومي، احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمة دي، يعني كل الشكر عليها. نتحول لأستاذ صباح سويلم من الشرقية. مساء الخير أستاذ صباح. ألو، مرحب بيك معانا. قولي لنا هل عندك يعني تجربة مع المرض، وفي حد من معرفة يعني كلمينا؟ أنا حضرتك اتعالجت من المرض. اتعالجت من المرض، جبت العلاج واتعالجت. كنت عارفة أنت في أي مرحلة أستاذة صباح ولا؟ أنا كنت في، كان عندي 400,000. أول ما خدت اول ما خدت العلاج انا كنت حضرتك ممكن اذكر اسم الدكتور؟ لا خلينا نتكلم يعني انت تعالجتي من امتى مثلا؟ من 5 شهور، من 6 شهور؟ تعالجتي يعني لو عندك فكره يعني تعالجتي بايه؟ بالسوفالدي يعني ولا بايه؟ نوعين، نوع السوفالدي مع ايه؟ بس النوع الثاني انا ناسي حضرتك طيب. اسمه بس كنت علبه سبعه كده بجيبها ب 72 جنيه حاجه زي كده يعني معايا. اللي بيموت الجنين لمده كام شهر اتعالجتي؟ 3 شهور ولا كامل كان؟ 3 شهور. اخذت اربع علب من هو السفنجي اللي هو البرشام ده. فحضرتك دلوقتي انا بس زعلانه من حاجه واحده. ايه هي؟ يعني احنا المفروض في النشره بتاعت العلاج في وقايه عشان نحمي عيالنا، صح؟ تمام. هنتكلم والله عنها. المفروض حضرتك، المفروض حضرتك احنا دلوقتي النيل بتاعنا طلعت الاسماعيليه ديت كلها منازل، ورا البيوت في الشرقيه في رشاح حضرتك، ميه مجاري. ميه المجاري دي كل الزراعه عليها، احنا بنتعالج من هنا. انا مش هروح عند اللي بيبيع، ممكن لما اعرف ارض مش هاكل منها. طب. بس لما يكون بينباع عند خضري انا اعرف. لا طبعا. طب مش الحاجات دي مش انت بس، معظم المصريين مع الاسف. طب حضرتك مش احنا المفروض نعالج حاجه؟ طبعا نعالج حاجه اساسيه. عندك حق من اللي انت زعلانه منه، واحنا هنحاول نسال بعض الدكاتره والمتخصصين عن الوقايه. دلوقتي بتشرب من ميه المجاري، ما حدش بيرضى يسكن يعمل له فيلا ولا يعمل له بيت على المجاري، بيعمل كله فين؟ على الترة المعلية، على المناطق الحلوه. الميه الحلوه خلاص دلوقتي بقت بالنسبه لنا ديت مش للزارع.
طيب أستاذة صباح سويلة من الشرقية بنشكرك جدا، ويعني هنعرض أسئلتك على المتخصصين زي ما قلنا، وخلينا نروح نشوف رأي الشارع والمواطنين في العلاجات المختلفة والعقاقير المختلفة لعلاج فيروس سي والجدل المثار حولها. نتابع. فيروس سي ده هو مشكلة المشاكل، يعني المواطنين ربنا عافينا وعافيك بيعانوا من العلاج بتاعه. يا ريت، انا اتمنى ان من وزير الصحه يسمع الوقت هوده، يكون في مركز متخصص، مستشفى متخصصه في كل محافظه لمعالجه فيروس سي. اتمنى من ذلك، لان الفيروس سي النهارده المريض بينتظر مده طويله لما ياخد الجرعه بتاعته. الادويه المصريه اللي بدات تظهر في السوق في الفتره الاخيره ومدى قدرتها على منافسه طبعا السوفالدي الامريكي او الادويه يعني المستورده من بره، اعتقد ان ده ممكن يحتاج لوقت شويه عشان الناس تبدا تقتنع يعني بمدى فعاليه وقدره الادويه المصريه على علاج المرض ده. بس اهم حاجه تكون الماده الفعاله فعلا بتدي الغرض اللي مطلوب، بتتوفر بكميات تكفي احتياجاتنا، لان للاسف الفيروس يعني انتشر جدا عندنا في مصر ومحتاجين مزيد من الكميات. اهم حاجه يعني الدوله يبقى فيه كذا شركه، ما يبقاش في شركه واحده محتكره الموضوع، يبقى فيه كذا شركه ومن خلالها بيبقى فيها يبقى فيه تنافس على يعني على المنتج، وطبعا من خلالها برضه هيبقى فيه انخفاض في الاسعار. هو اي شيء فيه منافسه يبقى عرض كويس، سعر كويس، المستفيد هو المريض اللي احنا كلنا وزارة الصحة بتدور على انه يلاقي العلاج بتاعه الصحيح وفي المتناول بتاعه الاقتصادي. لكن دلوقتي اصبح سمعت ان في 5 ادوية وخمس شركات بيتسرعوا على انهم يجيبوا الادوية ديت، وده طبعا هيبقى في صالح المريض. مشكلة في قبل العلاج، المشكلة في ان ايه المراكز قليلة والناس بتبقى كتيرة جدا 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 فبنعاني، يعني هو فضل في حدود قعدنا في حدود 15 او 16 لغاية ما ابتدى يصرف العلاج. فطبعا يعني احنا نتمنى ان هم يكتروا المراكز شوية، ونتمنى ان برضك يبقى في مصادر كتير للعلاج على اساس برضك لو قل يبقى يقدروا ان هم يتصرفوا يجيبوا من مكان تاني من حتة تانية، لكن ما نبقاش كله متركز على حاجة معينة. زي ما سمعنا كل اللي بيشغل المواطنين اذا كانوا مش هم نفسهم مرضى للفيروس، او اكيد في معارف، اكيد في جيران، زي ما بنتكلم من 7 ل 8 او ل 12 مليون مصري مصابين بالمرض. وزي ما الدكتور كمان قال لنا حقيقه تانية صادمه، علميه صادمه، هو انه بيكون في تقريبا 1 مليون مريض سنويا بيضافوا على هذه القائمه اللي كلها في قائمه الانتظار للعلاج من فيروس سي. خلينا نروح لمجموعه أخرى من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مع حنان. إليك يا حنان مرار. بالفعل حنان، مشاهدينا مستمرين معاكم في عرض باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم وآرائكم. مدحت يقول في رسالته حول سؤال حلقة اليوم: لابد من توفر الأمصال بكمية كبيرة، وده لانتشار المرض اللعين بمحافظات مصر خاصة محافظات الدلتا. أما من ناحية تانية لازم نطور شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حافظ الله مصر وأهليها. سمير محمد أيضا لديه وجهة نظر حول هذا السؤال، يقول: أنا مصاب بفيروس سي ولكن لا أثق في السوفالدي الأمريكي، هو زي الانترفيرون العقاري المدمر اللي ما فيش حد نجا منه، أما السوفالدي المصري فأصبح خارج المنافسة، لا يثمن ولا يغني من جوع. اسأل عن العلاج بالطحالب، كانت نسبة الشفاء من الفيروس اللعين 100%. أين الدكتور جمال شوقي عبد الناصر اللي رفض بيع الدواء للشركات وسمسرة العلاج الأمريكي لزيادة ثمنه عن 300 جنيه؟ أحمد محمد عبد اللطيف أرسل لنا تعليق يقول فيه: فيروس سي في الحقيقة ليس بالهين، والدولة المصرية تولي اهتمام كبير لمحاربته والقضاء عليه بالأدوية المختلفة كالإنترفيرون والسوفالدي، إلا أن هناك تأخير في وصول قرارات العلاج على نفقة الدولة. أنا مثال على ذلك، لم أتلقى العلاج حتى الآن، ومتقدم بكل الأوراق كاملة في 4/7/2015.
15. مصطفى عطا العسيري يقول الحل إعدام مبارك هو السبب الرئيسي، كل حاكم غافل عن شعبه يستحق الإعدام. ده رأيي في كل حاكم يغفل عن شعبه لصالح الحشية أو لصالح كبر مخك يستحق الإعدام. كام واحد من الشعب مات بفيروس سي؟ من المسؤول إذن؟ مستر مايند يقول أرجو مناقشة موضوع قانون التعليم الجديد اللي تم إعداده ومراجعته من قبل وزارة التربية والتعليم، التعليم والمعلمون أولا. مشاهدينا، دي كانت مجموعة من أراءكم ومشاركاتكم عبر مواقع التواصل. أنتقل الآن لحنان وبعض الاتصالات الهاتفية. إليك. بشكرك حنان وبشكر كل مشاهدينا مرة أخرى اللي تواصلوا معنا. خلينا يعني نعمل جولة أخرى من الاتصالات الهاتفية مع الخبراء وأساتذة الكبد، يعني لعلنا نلاقي ضلتنا في الأسئلة كلها المطروحة اللي بتطرح نفسها لكل المشاهدين ولينا كلنا. دكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في العلاج وأستاذ بمعهد الكبد القومي. دكتور أحمد العزبي، من رئيس غرفة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة اتحاد الدواء باتحاد الصناعات المصرية، والأستاذ باهي العبادي، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. أبدأ معك يا دكتور محمد عز العرب. وإحنا بنتكلم، يعني عرفنا من بعض الأطباء أنه البروتوكول الثلاثي إذا كان سوفالتي مع الديكلانزي، او وصحح لنا لو اكيد هنقول في حاجات اكيد غلط كتير، الديكلانزا او السوفالدي مع الانترفيرون، فالعلاجات دي يا دكتور هل هيتم يعني ازاي بتختاروا عينات ان انتوا تجربوا عليها علشان نبدا نقول انه هو فعلا العلاج ده او البروتوكول العلاج ده ممكن خلاص نبدا نطرحه في الاسواق وانه صالح لعلاج فئه كبيره او مجموعه كبيره من المرضى فيروسي في مصر؟ طبعا انا بحيي حضرتك وبحيي الفريق الاعداد بالكامل والساده المشاهدين وضيوف حضرتك على الهاتف. هو الفكره في حضرتك ان احنا بنقول عشان بنقول علاج يعمم مفروض في اليات محدده. نعم. هناك فرق بتلتبس حتى على كثير من الزملاء ان انا بعمل توصيه علاجيه، هل التوصيه العلاجيه دي للاطباء في عيادتهم ام لي لما اجي اكون كدوله زي مصر تعالج مواطنيها على نفقه الدوله؟ فهنا في معايير وآليات معينة بتحكمني، منها أنا كمستشار للمركز الحقوقي مركز مصر الحق في الدواء يهمني ثلاث حاجات مهمة جدا، اللي هو الضلع العلاجي اللي هو بيتكون من العلاج لابد أن يكون فعال وآمن وفي متناول يد، السعر يكون متناول بالضبط كده. فأنا دلوقتي بالنسبة أنا سمعت جزء من لقاء حضرتك مع ضيوف السابقين، إحنا ليس هناك خلاف حقيقة علمية في مجتمع الأطباء إلا كان في جزئية معينة من بروتوكول سابق اللي تم وضعه إن أنا بدي السوفالدي مع ريبافاير لمدة 6 شهور، وقلنا إنه لم يأخذ الدليل العلمي الواضح لأن اعتمد على تجربتين فقط على مستوى العالم، تجربة في أمريكا على 60 مريض مصري هناك وتجربة مصرية على 100 مريض، وقلنا ان ذلك لا يرقى ان انا اعمم العلاج على جموع الشعب، وخصوصا اننا في البدايه لو تتذكري ان احنا بدانا العلاج على مرضى ما قبل التليف مباشره ومرضى التليف اف 3 واف 4 اف 3 واف 4 ما قبل التليف وما بعد التليف وما وفي التليف نفسه وكان هذا البروتوكول الثنائي في تحفظ عليه من كثير من تزت الكبد على اساس ان انا لما اجي اعمم علاج لابد ان يكون تم تجربته على مجال واسع وان هو يكون اخذ الموافقات العلميه. تمام. حضرتك الجمعيه الاوروبيه للكبد رفضت هذا العلاج الثنائي لمرضى النوع الشيني الرابع الموجود في مصر، ده في اجتماعها الاخير في ابريل في فيينا 2015. ليه بقى يا فندم؟ كان ليه سايد افكتس غير مناسب؟ لا غير مناسب يا فندم، غير مناسب. كان حطوه السنه اللي قبليها بس عطوه درجة اعتماد C2، يعني C2 انه درجة اعتماد ضعيفة ودليل علمي ضعيف انه يحتاج المزيد من التجارب الكلينيكية. السنة اللي فاتت لغوه خالص من البروتوكول وعطوا 4 خيارات، منها الهارفني ومنها الكوريفو زائد ريبافيرين ومنها السوفالدي مع الداكلينزا او الداكلاتاسفير اللي احنا بدأنا بيه حاليا، ومنها السوفالدي مع الاوليزيو اللي احنا بدأنا بيه في السوق المصري من شهر 5 الماضي. الاخير السؤال دي مع ايه يا دكتور؟ مع الاوليزيو. اوليزيو؟ مع الاوليزيو. ايوه يا فندم.
كل شويه بناخد اسم عقار جديد هم عندهم يتحيروا فعلا. اتفضل. لا 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 بس لما يجي خطاب اعلامي طبعا في خطاب بيوجه للمرضى وبدون دخول في يعني تفصيلات اكيد يا دكتور بس بنبقى عاوزين نوضح لهم يعني فعلا انه هو طبعا هيروح في الاخر لازم يروح للدكتور المتخصص وهو حضرتك حسب الكيس هتوصف له لكن علشان اللي دايما بيثار واحنا برضو عندنا حضرتك عارف انه برضو المصريين احنا عندنا شويه ممكن الواحد يفتي فواحد يقول له انت لا لازم طبعا. تجرب ده في احيانا الناس بتسمع فعشان لا طبعا يعني بالظبط تسمحي لي بس من مبدا الشفافيه اللي قال بها السيد الرئيس ومن مبدا عدم اخفاء اي حقائق لا احنا كان في خطا فعلا تقني في اللجنه القوميه باقرار العلاج الثنائي اللي هي اقرت علاجين العلاج الثلاثي احنا وافقنا عليه كله كاساتذه كمثال العلاج الثنائي حصل فيه اختلاف كان لابد في هذا الموقف الاستماع لوجهه النظر الاخرى خصوصا لم يتم الاستماع ل 100 استاذ تم دعوتهم في 16 اغسطس 2014 على 12 نقطه الوضع البروتوكول وتم اعلان البروتوكول بدون اخذ راي 100 استاذ. الفكره احنا مش عايزين نقول الماضي 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 لا احنا بنقول ان احنا نستفيد مما حدث في الماضي للحاضر والمستقبل. احنا دلوقتي في اتجاه صحيح احنا اولا وزير الصحه الحالي الدكتور احمد عماد انا بحييه على كذا قرار اتخذه منهم قرار هام جدا بالاعتماد على المنتج المصري في المراكز العلاجيه تبع اللجنه القوميه اعتبارا من يناير الشهر الحالي وده بيدي مصداقيه وثقه للمنتج المصري كالسابق. احنا كان لنا سابق في الستينيات والسبعينيات بالنسبه لسوق الدواء وكنا بنصدر لافريقيا وشرق اوروبا وامريكا اللاتينيه. والله يا دكتور هو ده اللي احنا بنتمناه تاني انه مصداقيه يعني العقاقير المصريه ترجع تاني وزي ما حضرتك بتقول وان شاء الله يا رب يعني مع دكتور عماد وزير الصحه مره اخرى. اسمحي لي اسمحي لي يعني بس في دقيقه كمان اضافيه والموضوع ده مش كلام وطني فقط ولكن من واقع اولا حاجتين اختبارات التكافؤ الحيوي التي تتم اثناء تسجيل الدواء ده اجراء حيادي بعلمية وحسب الستاندرد والمعايير الدولية بيتأكدوا أن المنتج هذا المصري بيساوي الأجنبي من واقع الملف الدواء بيسموه دي ام اف. الحاجة الثانية المهمة اسمحي لي أن احنا بنستخدم السوفالد المصري أو السوفالد المصري بقالنا أكثر من 7 شهور في السوق المصري النتائج بتاعته الفعالية والأمان زي الأجنبي بالضبط. طب الحمد لله دكتور وزي ما قلت لحضرتك بنتمنى ده ان شاء الله. دكتور محمد عز العرب مستشار المركز المصري للحق في العلاج نشكر حضرتك جدا. تحول دكتور احمد العزبي من غرفه صناعه الدواء باتحاد الصناعات رئيس غرفه صناعه الدواء باتحاد الصناعات عذرا يا دكتور بنرحب بحضرتك معانا. دكتور احنا بنتكلم عن بروتوكولات مختلفه الثلاثي والثنائي وثمان عقاقير اخرى وما الى ذلك. عايز اتكلم عن حاجه مهمه يمكن بعض يعني الخبراء في الكبد بيقولوا انه غير مجدي الحملات التوعويه لتوعيه المصريين ضد الاصابه بالفيروسات الكبديه خاصه بعد انتشارها بالنسبه المهوله المخيفه فحضرتك بتشوفها ازاي؟ عاوزين نعرف على الاقل يعني اساليب العدوى كده في البدايه بشكل سريع. هي اساليب العدوى انتقال الدم بالنسبه للفيروسات اللي هي استخدام السرنجات وما الى ذلك ولا السرنجات ممكن الحلاق ممكن طبيب الاسنان لو التعقيم عنده مش كافي او مش جيد يعني هي مساله تعقيم اكثر منها ومساله حرص شديد ما بين الاستخدام يخش السرنج اكثر من مره والدواء بس ده يعني انا ملاحظه ان في وعي النهارده عند في طب الاغذيه الملوثه زي ما بنقول اللي هي ممكن تكون مرويه بميه مش نقيه لا 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 لا, لا, لا ملهاش علاقه التعامل مع المريض نفسه عشان احيانا بيقولوا طب هو يعني بيبعد عنه الى حد ما انه ما يبقاش فيه تلامس فهل الكلام ده مظبوط ولا ده مش مظبوط؟ لا لا خالص اطلاقا مش بالتلامس العدوى كلها عن طريق انتقال الدم فقط لا غير فقط لغير حرك مع انه الحملات التوعويه اكيد عبر وسائل الاعلام المختلفه وما الى ذلك ممكن يكون ليها نتيجه افضل في ان احنا نحصر عدد المصابين على اساس ان تعملوا وقايه بتقلل عدد المصابين الجدد يعني طيب المصابين الجدد. دكتور كان في من احدى التعليقات كان يعني احد المواطنين بيقول ان في علاج بالطحالب ده سمعوا عنه للفيروس سي فهل في ده ليه اي اساس؟ هل في حاجه موجود علاج بالطحالب؟ في حاجه فانجاي لا 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 لا, لا, لا مفيش حاجه موجود اللي هم النهارده اللي هم السوفالدي والريبا فايرل
وحضرتك مع اي بروتوكول؟ البروتوكول الثنائي ولا الثلاثي؟ هو الحقيقه ان عمليه النقاش او الاختلاف حول البروتوكولات يعني هو يمكن الدكتور محسن سلامه كان شرح الموضوع بالتفصيل تاريخيا يعني. انت كنت معتمد اساسا ما كانش عندك علاج للفيروس سي غير الانترفيرون. الانترفيرون طبعا كان له اثار جانبيه غير محتمله بالنسبه للمرضى. بجانب نسبه الشفاء باستخدام الانترفيرون كانت نسبه ضئيله للغايه. الحمد لله ربنا كرمنا يعني اكتشف السوفالدي ودي كانت ثوره طبعا يعني بعتبرها منحه من الله في المرضى بالفيروس سي على مستوى العالم يعني خصوصا مصر طبعا هي نسبه اللي هي العاليه بالنسبه مقارنه بالنسبه العالميه. فاللجان بدات وبتشوف ايه نسب النجاح. النهارده اما يهاجموا اول بروتوكول اللي هو السوفالدي مع الريبوفاير يقول لك مثلا ما فيش لا في نتيجه لان هو بيجيب مع الثلاثه طبعا 70% ومع الغير مصاب بالتليف 90%. هاجم النهارده عندي كان 7 مرضى متليف 7 من 10 تم شفائهم ولا صفر. يعني مش عاوزين نظلم اللجنه الحقيقه في طب مش احنا مش هنظلم اللجنه يا دكتور بس اكيد لازم حضرتك نستغل وجود حضرتك ونعرف ايه الاستراتيجيه دلوقتي في اتحاد يعني اتحاد الصناعات والصناعات الدوائيه دلوقتي بالارتقاء بصناعه الدواء في مصر. يعني احنا شغالين طبعا على النظم العالميه في صناعه الادويه. كل الصناعه المصريه ملتزمه بال الاشتراكات والنظم العالميه في صناعه الدواء. احنا صناعه الدواء المصري تماثل اي صناعه عالميه، مفيش حاجه اسمها صناعه دواء مصري. هو صناعه الدواء هي صناعه الدواء. لا تختلف من بلد لاخرى، هي صناعه ثابته، اسسها واحده، طريقتها واحده، التحاليل بتاعتها واحده سواء في امريكا في اوروبا في مصر. اقول دواء مصنع في مصر وليس دواء مصري. الدواء هو الدواء. تمام، يبقى الدواء هي الدواء، ما نتكلمش عن دواء مصري ودواء مستورد. دكتور لا. احمد العزبي رئيس غرفه صناعه الدواء باتحاد الصناعات، مشكور حضرتك جدا. تحول الاستاذ باهي العبادي مصري مقيم بالمملكه العربيه السعوديه بمشق. مساء الخير، بنرحب بحضرتك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام، بنرحب بحضرتك معانا، اتفضل. انا اعرف انه البرنامج مره بيخلص بس في دقيقتين بس عشان انا عايز اوصل بس رساله. اتفضل. الرساله انه انا من محافظه سوهاج. بعض السؤال كل سنة 10% زيادة من فيروس سي. لأن الصعيد عموما عشان الزراعة وكده. فأنا رسالتي 40,000 مواطن سوهاجي عندهم فيروس سي. يعني كمية كبيرة، أكبر كمية في المحافظات سوهاج. فأنا رسالتي إلى وزير الصحة بأنه هو يهتم بالمحافظة لأنه من 3 ل6 شهور بالظبط الدواء أو العلاج السوفالدي ما وصلش سؤال. طبعا اتكلمنا مع المحافظ احنا والمحافظ جزاه الله خير برضه هو عمل كشوف تمام وقدمها لوزير الصحه. بس انا عايز الاهتمام يبقى من المسؤولين بقى اللي هم الوزراء. رساله حضرتك وصلت وبنتمنى وبنضم صوتنا لصوت حضرتك لوزير الصحه والقائمين والمهتمين بالامر انه يوصل العلاج لكل الصعيد المصري وكل محافظات مصر. بنشكر كل مشاهدينا وكل الاطباء المتخصصين اللي شاركوا معنا النهارده واوفونا الحقيقه ب يعني معلومات علميه طبيه تقنيه. وزي ما قلنا دايما الملف اتفتح فتحناه معاكم واكيد هنكمل ولينا نقاش في مره اخرى. خلينا نقول لكم مشاهدينا على موضوع حلقه بكره من همزه وصل، هو ما رايك في الاجراءات الاحترازيه لمنع ظاهره نفوق الاسماك؟ ده موضوع حلقتنا من همزه وصل بكره. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. على راس الساعه بانوراما مفصله للاخبار، ابقوا دائما معنا النيل الاقرب اليك. تحياتي.